انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه طالب مغربي في أوكرانيا وهو في مقصورة القطار ويحمل في يده سلاح أبيض ويقوم بمساعدة بنات بلده المغرب للصعود إلى القطار. وهذا التصرف أثار الكثير من الانتقادات بين مؤيد لتصرف الشاب وبين معارض. واليوم خرج الطالب المغربي عن صمته ليوضح السبب الرئيسي لما حدث، وأنا من هذا المنبر أحييه على تصرفه الرجولي. هذا الفيديو هذا اللي فهمتي اللي كدا اللي لاحوا عليه فواج وكدا، اقسم بالله العلي العظيم الاخوان، باش فهمتي باش ما تشدوش شي نظره خايبه ولا كدا ولا هادي. دابا حنا كانوا معنا البنات بزاف وكدا وهادي فهمتي، وما ما يمكنش فهمتي حنا جايين معنا البنات وبزاف وكدا فهمتي، وبنات تيقرا وكدا وما ما يقدوش على داك الشيء، وكانوا سميتو عواز بزاف فهمتي، كانوا كتار بزاف وكيعقلوا غا على راسهم فهمتي، ما كيعقلوش على شي واحد اخر. وقبلها بنهار قبل ما نركب انا في التران بنهار كانوا لاحوا واحد المغربيه فهمتي، لاحوها من تماك باش يركبوا هما غي بوحدهم فهمتي، غي ولاد بلادهم. انا ملي شفت داك السطوريات وكدا ديال دوك عواز زكي ما حملتش راسي بالرجوله فهمتي، راه ما يمكنش تفرط في بنات بلادك، خصوصا في واحد السيتياسيون اللي راه صعيبه. والله ما نكذب عليكم الخوت، انا راه كناخذ الامور ديما بالضحك وكدا باش ما نبقاش نتعصب وكدا، وراه ما ضربنا حتى واحد وكدا فهمتي، باش نخلعوا عباد الله وصافي. والحمد لله فهمتي راه طلعوا دوك مغربيات كاملين، طلعنا الباليزات ديالنا كاملين، وحنا الحمد لله راه ما بقى لينا والو الحدود، غير دابا سادين حكينا الحضر التجول غدا مع 6 الصباح ونوصلوا بخير وعلى خير. شكرا لاي واحد، انا حبيت نفسر لكم هذا الشيء الاخوان فهمتي باش تفهموا الديكور كيفاش داير. والاخوان كاين واحد الحاجه في هذه الحاله هذه ديال الحرب وكدا وسميتو اللعيبات، ما كايناش حاجه سميتها القانون فهمتي كيفاش، يعني انت خصك دير لا جوستيس بيدي فهمتي، وكون فهمتي وديرها بالحق فهمتي، ولد الناس كدا لعيبات هذه راه دايزا عواشر، والله الا دايزا عواشر، راه خوكم واخا البرد والقتال وكدا ولابس التقاشر كنقول لك ها ولابس الميكا.